لكن عشان نتكلم عن الفنيات وعن ازاي الزمالك النهارده يقدر يكون موجود في الملعب سواء باسمائه الاساسيه او بالشباب، معانا على التليفون كابتن من كباتن نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن طارق السيد. يا كابتن اهلا بحضرتك. حبيبي يا قاضي، ازيك؟ انا زي الفل يا كابتن، وبستمتع بالكلام مع حضرتك، وعارف ان حضرتك جدا صريح وبتقول الكلام في الصميم تحديدا كمان مع نادي الزمالك. شايف نادي الزمالك في خلاص فاضل 3 لقاءات في الدوري واربع لقاءات، جوزيه جوميز يعتمد على شباب فقط ويبدا يريح اللعيبه الكبيره ومهما كانت النتائج، ولا ما ينفعش ما يصحش نادي الزمالك يكون في نتائج سلبيه كتير ويكون موجود او ينهي الدوري في مراكز في وسط الجدول؟ هو اسم الزمالك كبير، عشان بس نتكلم منطقي شويه ونبقى منطقيين، اسم الزمالك كبير، ما ينفعش النتائج السلبيه المتكرره تبقى موجودة، لأن مش طبيعي إن الزمالك يبقى خارج المربع، أو الزمالك حتى لو في موسم استثنائي، في موسم صعب، في موسم فيه مشاكل كتير جدا، برضه الزمالك ليه اسمه ودي مكانته ودي جمهوره وبعده عن المربع وبعده عن المنافسة في الدوري البدري، هو اللي يعني مخلي حتى طعم الدوري مش قوي، يعني تحس إن الدوري مش ممتع، ان مفيش منافسه. وخلينا برضو نتكلم يا قاضي في نقطه مهمه جدا الناس برضو لازم تفهمها، وجود الزمالك في المنافسه بيعمل للدوري روح، بيعمل طبعا الدوري شكل، الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا وجود الزمالك في المنافسه عن عدم وجود الزمالك في المنافسه. ففوز الزمالك في الفتره اللي فاتت كان امر مهم جدا، مع الحط في الاعتبار ان الراجل بيحاول يجرب الولاد الصغيرين، او هم مش صغيرين، ده هم المفروض ان هم دلوقتي 10 سنين. بنقيس فكره الصغير دي عندنا في مصر هنا بشكل مختلف شويه، يعني اللعيب بيبقى عنده 23 24 سنه ونقول عليه صغير. لا هم صغيرين، بس هم شباب الزمالك اللي ما لعبش قبل كده فريق اول، يعني هو عايز يبص عليهم. ماشي، هو الراجل بيحاول يفكر في دي وبيحاول يدي فرص على اساس ان هو ياخد قرار في مجموعه اللعيبه اللي موجودة. على الرغم يا قاضي ان انا يعني مختلف معاه في حته، في الحته دي انت كان المفروض لو انت هتاخد، لو عاوز تاخد قرار في اللعيبه اللي هم هيمشوا من النادي، مش اللعيبه اللي موجوده، يعني في عدد كبير من اللعيبه ومستر جوزيه جوميز مواليد 2005 اوريدي موجودين عندك في النادي وعندهم لسه في فتره في التواجد في قطاع الناشئين في النادي. حضرتك تقصد ان اللعيبه اللي بيعتمد عليها خلال الفتره دي دول لسه مكملين في النادي، ولكن في جيل هيمشي خلاص وانت ما بصيتش عليه. ده بقى الاختلاف اللي انا مختلفه معاه، ان كان في جيل 2003 و2004 40 لعيب مره واحده، كل الولاد دول متربيين في النادي وفيهم نماذج ممكن كانت تصلح انها تبقى موجوده. طبعا. الولاد دول مش موجودين دلوقتي، مشوا خلاص. فانت كان من باب اولى ان انت تجرب السن ده وتشوفه وتشوف الولاد دول لعل وعسى يطلع لك منهم واحد، يطلع لك منهم اثنين، يبقى انت ما مشيتش عدد كبير جدا. حتى لو مشيت عدد كبير جدا من اللعيبه كنت استغليت الفتره اللي انت موجود فيها دلوقتي وشفت الولاد دول، حتى لو هيمشوا من النادي كان يعتبر النادي يعرف يسوقهم، يعرف يطلعهم، يبقى النادي فادهم. مش سوري بلغه الكوره عندنا او اللغه اللي هم بيقولوها الولاد نفسهم، لان الولاد بيجوا النادي اليومين دول عشان ياخدوا ورقهم وياخدوا مستندات ومستحقاتهم والحاجات دي، يقولوا ان النادي سابنا او رمانا، يعني انا ما بحبش الكلمه دي تتقال على ايه. اكيد هي كلمه صعبه على نادي الزمالك وكيان الزمالك، ولكن عايز اسالك كابتن سؤال مهم جدا. حضرتك قلت في بدايه الكلام ان موسم صعب على الزمالك وفي ازمات، مين اللي صعب الموسم على الزمالك يا كابتن؟ الاداره موجوده، الراجل طلب صفقات، حاولوا يجيبوا صفقات كبيره، قدر يستغلهم وقدر الزمالك يفوز بالكونفدراليه. مين السبب الرئيسي في اهدار عدد نقاط كبير لنادي الزمالك في بطوله الدوري والظهور بالشكل لا يليق لاسم الزمالك وجماهيره في بطوله الدوري العام؟ طيب انا يعني هي تراكمات يا قضاء، مش الناس اللي موجوده دلوقتي بس، لان خد بالك الراجل ده جه بعد الصفقات ما اتعقدت، يعني الراجل مستر جوميز عشان برضه ندي كل واحد حقه. الراجل ما حضرش فتره الصفقات، مجلس الاداره اجتهد على قد ما قدر. صحيح. وجاب 11 صفقه فيهم اللعيبه الكويسه جدا اللي نجحت في نادي الزمالك بشكل كبير جدا. صحيح. فيهم اللعيبه اللي لسه ما خدتش فرص كبيره في اماكنهم، فيهم اللعيبه اللي ممكن يكون الراجل مش مقتنع بيهم فنيا. ده طبيعي جدا جدا، ودي كانت فتره بيقولوا عليها فتره ريبه،
عدم وجود جهاز فني هو اللي بيختار اللعيبه، عدم وجود مدير فني هو اللي بيختار اللعيبه، كانت الاختيارات جايه من ترشيحات من بعض الناس حتى منهم انا شخصيا قطر السيد، كلها اجتهادات من محبين ونجوم الزمالك. الله ينور عليك. المشاكل متراكمه من فترات سابقه، ديون متسابه على المجلس اللي موجود، الناس الله يكون في عونهم، ودي حقيقه يعني. شوف احنا كابتن احنا هنتكلم، لو هنتكلم على الديون وعلى مشاكل متراكمه محتاجين حلقات حضرتك تيجي تنورنا ونتكلم في التفاصيل دي، ولكن ما ينفعش اختم مع حضرتك بعد ما اتكلمنا على شكل الزمالك وحضرتك قلت تصورك اللي انا بحترمه جدا لفكره الشباب، لازم اسالك عن منتخب مصر الاولمبي، لقاء اليوم في ربع النهائي امام باراجواي، شايف اللقاء ازاي وازاي نقدر نفوز ان شاء الله؟ بص، هو المجموعه اللي موجوده هناك في فرنسا دلوقتي او المنتخب الاولمبي عمل حاجه يمكن حاجه كبيره جدا ما حصلتش قبل كده في التاريخ، ان هم وصلوا اول مجموعه في ظل وجود منتخب زي منتخب اسبانيا، هو بطل اوروبا على المستوى الفريق الاول، ولعبتهم ان هم بيجهزوا للجيل ده بقالهم اكتر من 7-8 سنين، فشغالين ناس بتشتغل باحترافيه بشكل كبير جدا، فانك توصل اول مجموعه على في ظل وجود اسبانيا ده انجاز كبير جدا. مستنيين النهارده طبعا ماتش صعب جدا ضد باراجواي، انا اتفرجت على ماتش مالي وباراجواي، فرقه قويه جدا بتعرف تجيب جون، بتعرف تدافع كويس قوي، عندهم الدوافع ان هم يوصلوا النص نهائي، انما انا عندي امل كبير جدا في مجموعه الرجاله اللي موجوده هناك ان هم يعملوا ماتش كويس جدا، واتمنى بقى يعني اضاء والكلام ده انا بقوله هو على الهوا ده مصر كلها، اتمنى ان نسند المنتخب ده او نسانده او نفضل داعمين بيه في الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله باذن الله اقدر احققه النهارده المكسب، ما نبقاش واخدين الامور بالالوان، اصل فلان اصل علان اصل ده اصل ده، لا احنا عايزين نسند او ندعم المنتخب لان ده بيمثل من اسم مصر واسم مصر جدا، وان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده ويقدروا يعدوا. مستر بيتكلم المدربين الكبار جدا اللي اثبتوا نجاح كبير جدا، ومجموعه اللعيبه اللي موجوده على رغم الصعوبات اللي تعرضوا لها، لكن بصراحه عاملين انجاز كبير جدا، وميكالي عامل شغل كبير جدا. نتمنى التوفيق النهارده يا كابتن، ومبارك لبعض وبارك لحضرتك ان شاء الله بعد فوز منتخبنا اليوم، وبارك لك برضو بعد فوز الزمالك اليوم. شكرا ليك كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب الوطني.